في شحاطة اسمها زوبا، حدا بيعرفها؟ هاي شحاطة اللي صنعها بعتقد كانوا عم يغلطوا، يعني صنعوها غلط، فهي يعني مجعدة ومقرفة، مش شحاطة، هي غلط صنعوها غلط، كان المفروض تنكب، بس كانوا صانعين كمية كبيرة حسب ما هيك فكرت، فقالوا ليش لنكب هالكمية؟ يستعملوهن للحمامات، وعملوا منها لونين بس، بني وأسود مش أكتر، ما تعبوا على الديزاين يعني. فقالوا للحمامات، بس أمي بحنكتها لقيت لها استعمالات أخرى، ليش ما بربيش فيها هالوليد يعني؟ وبتعرفوا أنتوا قلب الأم بحس. فمرة جاية أنا من المدرسة ساقط، بس مش مخبر أمي بعد ما وصلت على البيت، بس بتعرفوا قلب الأم بحس. فهي واقفة بالكوريدور ماخدة دغري البوز، جيت أنا فتحت الباب فتت، شو عامل؟ شو عامل؟ ما تططش ما تططش، عم قلق سبات محلك، وقع ولد اوعى. ما انتبهتوا لكل شيء حايدة. شو عامل؟ ما شو وعاه ما